بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 81 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يرد الشيخ رحمه الله على نفاة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بحجة أنه لو رؤي لكان جسما متحيزا، فيقول: المتحيز يراد به ما حازه غيره، ويراد به ما كان، ويراد به ما بان عن غيره فكان متحيزا عنه. فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه متحيزا، لأنه باين عن المخلوقات ولا يحوزه غيره. وإن أردت الثانية فهو سبحانه بائن عن المخلوقات، منفصل عنها، ليس هو حالا فيها ولا متحدا بها. فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل، وإلا فكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات سمى من أثبت ذلك مجسما قائلا بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية الذين يقولون إن الله تعالى حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، يسمونهم مجسمة، مشبهة، حشوية. الصفاتية هم السلف والأئمة وجميع الطوائف المثبتة للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم من طوائف الأمة. قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة لهؤلاء: إذا أثبتتم له حياة وقدرة وكلاما فهذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، وإذا قلتم يرى فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة، وهذا يستلزم التجسيم. وإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى كما تفعل المعتزلة وأئمة الكلام، سماه نفاة أسماء الله الحسنى مشبها حشويا مجسما كما فعلت القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهم. وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي قدير فهذا هو القول بالتجسيم والتشبيه والحشو، فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات، ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير إلا جسما، ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات والصفات تستلزم التجسيم. فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات كما تفعله غلاة الجهمية والقرامطة والفلاسفة فلا بد له أن يثبت أنه موجود، وحينئذ فتقول النفاة: أنت مجسم مشبه حشوي، لأنه إذا كان موجودا فقد شاركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه، لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم بجسم. فحينئذ يحتاج أن يقول: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، أو لا موجود ولا لا موجود ولا حي ولا لا حي، فيلزم نفي النقيضين، وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل، مع أنه يلزم على قولهم تشبيهه بالممتنعات، لأن ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلا لا موجودة ولا معدومة، بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان، وهذا مع التزامه من الكفر الصريح. ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذي هو أصل كل كفر قد كابر القضايا الضرورية. فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم وإما محدث، وإما واجب موجود بنفسه، وإما ممكن بنفسه موجود بغيره، وكل محدث وممكن بنفسه موجود بغيره فلا بد له من قديم واجب بنفسه، فالموجود بالضرورة يستلزم إثبات موجود قديم، ومن الموجود ما هو ممكن محدث كما نشهده في المحدثات من الحيوانات والنبات. فإذا علم بضرورة العقل أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه، وفيه ما هو محدث موجود ممكن بنفسه، فهذان الموجودان اتفقا في مسمى الوجود، وامتاز واحد منهما عن الآخر بخصوص وجوده. فمن لم يثبت ما بين الوجودين من الاتفاق وما بينهما من الافتراق، وإلا لزمه
أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها أو محدثة ممكنة مفتقرة إلى غيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار، فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه. ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض. فإذا كان الملك والبعوض قد اشتركا في مسمى الوجود والحي مع تفاوت ما بينهما، فالخالق سبحانه أولى بمباينته للمخلوقات وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. فإذا ظهرت لنا هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل كل ما قام الدليل على أنه يدل على التجسيم كان متشابها، جواب لا ينقطع به النزاع ولا يحصل به الانتفاع ولا يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم والزائغ والقويم. وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئا من الأسماء والصفات إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسيم فيكون متشابها، فيلزم حينئذ أن تكون جميع الأسماء والصفات متشابهات، وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء الله تعالى وصفاته معنى ولا يميز بين معنى الحي والعليم والقدير والرحيم والجبار والسلام، ولا بين الخلق والاستواء وبين الإماتة والإحياء، ولا بين المجيء والإتيان وبين العفو والغفران. وبيان ذلك أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة يقولون إذا قلت من القرآن غير مخلوق وأن لله تعالى علما وقدرة وإرادة فقد قلتم بالتجسيم، فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم، لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بغيرها، سواء سميت صفات أو أعراض أو غير ذلك. قالوا ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم، فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول. قال المثبت بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم، كما أمكن عندنا وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسم. وقال الطائفة المثبتة الرضا والغضب والوجه واليد والاستواء والمجيء وغير ذلك، فأثبتوا هذه الصفات أيضا وقولوا إنها تقوم بغير جسم. فإن قالوا لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم، ولا نعقل وجها ويدا إلا ما هو بعض جسم، قيل لهم لا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم، ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم، فلما فرقتم بين المتماثلين وقلتم إن هذه يمكن قيامها بغير جسم وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم وهما في المعقول سواء. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.